بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول: إذا أفطر أحد يوم الخميس في النافلة، هل يجوز له صيام يوم الجمعة؟ صيام يوم الجمعة منفردا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تخصوا ليلة لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام. فنهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بصيام. فلذا وجب عليك إذا أردت أن تصوم الجمعة أن تصوم يوم الخميس. بل هناك في حالة أخرى، أنك صمت يوم الجمعة وأنت لا تعلم عن النهي عن إفراده بالصيام، فهنا علمت فلك حالتان: إما أن يصبح عليك صيام يوم السبت فرضا فتصوم السبت مع الجمعة فيلتقي مع حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهذا ما حدث مع زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام لها وقد دخل عليها وهي تصوم يوم الجمعة، فقال لها: أصمت يوما قبله؟ قالت: لا. قال: أتنوين صيام الغد؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري. فإذا الحل الثاني له أن يفطر. فإذا أفطر أحد يوم الخميس في النافلة هل يجوز له صيام الجمعة؟ الآن في حالة ثانية أيضا، أن هذا يوم الجمعة يوم من عادته أن يصوم هذه المناسبة، لا لأنها الجمعة وإنما لهذه المناسبة، مثل يوم عرفة، فهو لم يصوم الخميس وجاء يوم الجمعة عرفة، فهل يصوم؟ نعم يصوم، لأن تتمة الحديث لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم، أي من عادته أن يصوم هذا اليوم. فإذا كان من عادته أن يصوم يوم الجمعة يوم عرفة فوافق يوم جمعة، فالأفضل أن يصوم الخميس، لكن لم يصوم فله أن يصوم الجمعة. أما إذا كان هذا الصيام لا صلة له بعادة يعتادها، فعندها لا يجوز له أن يصوم يوم الجمعة مفردا.